السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وهي السنغال، المنتخب الإفريقي والمنتخب الهولندي، وراهم لاعبين 15 دقيقة. سيطرة كبيرة من المنتخب السنغالي في نهائيات كأس العالم، الجولة الأولى من نهائيات كأس العالم 2022 قطر. يعني وشاهدنا اليوم وين نقولوا بلي السنغال وين دخل بقوة، دخل من أجل إنهاء المباراة مبكرا. يعني وين تشوف كيفاش المباراة، مباراة كانت نقولوا بلي الشوط يعني ربع ساعة الأولى قوية جدا، يعني ربع ساعة الأولى وين نقولوا قوية، ربع ساعة يعني وين تشوف كيفاش يعني السيطرة من جانب، يعني وين نقولوا بلي السيطرة راهي من جانب المنتخب السنغالي، رغم أن نقولوا بلي بعض في بعض الأحيان وين كانت الاستحواذ يكون من جانب الهولندا، لكن نقولوا بلي السنغاليين وين سيطرة، يعني سيطرة رهيبة من طرف المنتخب السنغالي، يعني في غياب ماني. وشاهدنا وين ادواردو في الحراسة، يوسف شاهدنا يعني سياسي، كوليبالي، عبدو ديالا، شيخو، يعني وين نقولوا غايا، مانداي، وين دياتي اسماعيل صاري، شانا ديا، يعني وين نقولوا باللي كانت وين التشكيله في غياب، يعني الغياب نقولوا غياب كبير في هذه المباراه، وفي في التدوين المدرب اليور سيسي، وين شانا وين كذلك المدرب الهولندي لويس فان. يعني وين نقولوا باللي كل مدرب عنده وين دخل بالنهج تاعه، يعني وشاهدنا اليور سيسي اللي دخل يعني بخطة 4-2-3-1، شاهدنا الهولندا وين دخلت بخطة 3-4-1-2. يعني كل مدرب وعنده التاكتيك دو جو تاعو، كل مدرب وين حاول يعني يحاول يعني خطط تكتيكية جهنمية. كنقولوا بلي اليوم وين السنغال وين يبحث على أول فوز، يعني أول خطوة أول فوز من أجل بدء المشوار بقوة، ومن أجل يعني ضمان التأهل للدور الثاني. اليوم وين نقولوا بلي المباراة يعني لن تكون سهلة، رغم أن شاهدنا بعض السيطرة من جانب المنتخب السنغالي، لكن لن تكون سهلة المباراة، سوف تكون يعني وين نقولوا بلي شاهدنا التشكيلة كذلك، وين نتكلموا على التشكيلة تاع هولندا، وين إندريسون يعني في الحراسة، ماتيس يعني كيفاش، فان ديك يعني وين ناتان يعني دالي ستيفن، عندنا فينا ستيفن يعني كذلك، يعني وين يانيس يعني في الهجوم، يعني وين نقولوا باللي دعم السنغالية أميل بدون مركب نقص السنغال بدون مركب نقص، يعني سيطرة لعب، يعني على بالك باللي السنغال راهي تطلع اي تلعب لعب، يعني منتخبات أوروبية كبيرة راهي تطلع اللعب، يعني من الخلف راهي يلعبها وين شو خوف كبير. شوف مين يقلبوها السنغاليين، شوف هولندا، شوف يرجعوا للوراء كاع، يبقى بواحد برك في الهجوم، يعني في وسط الميدان، يعني لطيف يا هبالة، بارتي يا هبال، قول لك ومدارس، والاخرى هولندا فريق مدرسه، اياكس هذيك تاع الشطخر مدرسه مدارس، سينيغال يعني جايبه لاعبين متخرجين مدارس، هولندا لاعبين تاعها مدارس اوروبيه، اوروبا مباراه تاع اوروبا، مباراه اوروبيه، مباراه نفتخر بها، انا افتخر ب كيما يقول لك بالسنغال، نفتخر بالسنغال، وين فيف سينيغال، فيف سينيغال، وين اولوري، قول لك
او ذا كوليبالي او ها عبدو ديالو ويقول هذا شكون ديارتي قولي ديارتي هذاك على بالك بلي على بالك راهم يلعبوا راهم يلعبوا واحد التاكتيك هنا وين خدمة تاع مدرب شو خدمة تاع مدرب كي دايرة شو شو خدمة كي دايرة بوي إيه الناس والو 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 كزعقة كاع والله ما كان زعقة ويقول يوه هذا الديفونسور يلعب ريال بيتيس هذا يوسف صافي وا ريال بيتيس يلعب في ريال بيتيس وا تاع ريال بيتيس عنده 29 عام اوه نقول لك كان يلعب في بوردو أو تكون أوكي في باريس سان جيرمان لعب في نوت لعب من بعد باريس سان جيرمان راح لبوردو بوردو باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان بوردو بوردو ريال بيتيس يا ناري يا ودي الناس تلعبها وليكو شنو طاي هذا 26 عام عنده هيك اطاق ستاديو ريمس فيا ريال فيا ريال طليان ديريكت يلعب إعارة في طليان يو بارتيا يو نارا والله بارتيا يلعب كاين بزاف لعابة اللي عندهم لهنا الآخر تاعهم تالية أودي نسيت لعبة نسيت لعبة صاحبي نسيت لعب بولا يا الله طيب والله تستاهل شو اللعب لا يتلعب فيه شو قال لك والله اللعب لا يتلعب فيه هاي تلعب فيه السنغال والله تستاهل اليوم تستاهل باش تربح تستاهل باش تربح عم لاعبين شحال عم لاعبين 23 دقيقة 24 دقيقة عم 0-0 بصح تستاهل باش تربح والله لا تستاهل باش تربح ولعب وراي وراي قلبهم ومقلبينهم كاليين هما صاحبي هم كاليين هما ولكن اما تلمو اللعب يعني الضغط وين هولندا وراي دايره خمس اخطاء اربعة اخطاء واحده غلطه واحده ركنيه زوج تاع لي كورنر السنغال هذا وين تبين باللي ضغط كبير على بالكم بها لي كورنر هذو كلش والله قارة السنغال تمركي انايا على حساب راني نشوف السنغال تمركي
26 دقيقة 25 دقيقة السنغال تمركي، راني يعني قاهر عليها. السنغال تمركي انا نقول لك، اي لعابة فينك اختيارات تاع اللعابة، يعني مستوى بزاف صوالح، بزاف صوالح يا صاحبي، مكاش مجاملة، ما تكونش عندك مجاملة لك. المهم حنايا دروك نقارعوا المباراة كما يقول لك، نقارعوا الشوط الأول، يعني راهم لاعبين 30 نقولوا لاعبين 26 دقيقة 0-0، مازال المباراة، مازال الشوط هذا، مازال كما نقولوا حنايا ربع ساعة، يعني نقولوا بلي مازال ربع ساعة، كون نوصلوا على 30 دقيقة نقولوا بلي مازال ربع ساعة، ومازال 45 دقيقة كذلك، على الله. ما تنساوش أعطونا جيم كومنتير وبارطاجونا الفيديو، وإن شاء الله ديما معكم بجديد، ونمشي أبوني معنا صاحبتكم.